السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. National Aeronautics and Space Administration أو ما يسمى بالعربية الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، باختصار NASA. NASA طبعا اول ما اقول لفظ كلمه وكاله ناسا عقلك بيضلم، لان بيجي في ذهنك على طول الكون، وده لان في رابط بين وكاله ناسا والفضاء. بالرغم ان وكاله ناسا لم تنشا من اجل الفضاء، ولكن انشات كوكاله مدنيه للنهوض بالبحث العلمي السلمي والنهوض بحياه المدنيين. وكاله ناسا تابعه للاداره الامريكيه او الولايات المتحده الامريكيه، وانشات في عام 1958. تم العمل في برامج الفضاء تحديدا في 1 اكتوبر سنه 1958 بعد اطلاق الاتحاد السوفيتي لسبوتنج 1، وهو اول قمر صناعي من صنع الانسان. طبعا امريكا فزعت، والكونجرس الامريكي قال لك احنا كده خلاص بنتهدد بالرياده التقنيه والريادة التكنولوجية في العالم، فقرروا العمل في برنامج ميركوري سنة 1958. وبالفعل استطاعت وكالة ناسا استعادة ريادتها من جديد في مجال استكشاف الفضاء، وهي حاليا الوكالة الرائدة لجميع الوكالات في جميع أنحاء العالم في مجال استكشاف الفضاء. ولكن كيف لرقم مثل الصفر انه يدمر مركبة فضائية كلفت مليارات الدولارات؟ صراحة الحاسوب اخطأ في وضع رقم الصفر، فبالتالي حدث عطل في احد المحركات ادى الى انهيار الصاروخ. Launch team, be advised, stay at your consoles. Everyone in the LCC maintain.